صحى سيدنا. على قلبك يا ابن بال. ايه يا رند الأمورة، حكى لك الرفيع عن الشغل؟ لا والله، بس قال لي انه الشغلة كتير كبيرة، ممكن يكون فيها قطع رقبة. لك لا يا ابن بال، المرة الجاي ما تخوفني اياها. ولك يا رند الأمورة مو اي حدا تاني، عم نحطها بالجو بس مو أكتر. ايه يا حلو، شو قلتي اللي بيشتغل أبوكي؟ بابا موظف. وين موظف؟ بمقسم هاتف. والوالدة؟ ماما ست بيت. شو بتتوقع يكون الشغل؟ والله ما ضل شي وما خطر على بالي. يعني مثلا؟ يعني كتير شغلات، يعني كتير بعرف، بس مثلا تهريب، تزوير، هيك شغلات. طب ليش ما خطر على بالك شي قانوني؟ بصراحة لو انه شي قانوني ونظيف ما كان بده كل هالتمهيد والسرية. بعدين بتعرف مع مين عم تتعامل. عفوا سيدنا، عم بحكي عن حالي، ما عم بحكي عن حدا تاني لا سمح الله. ايه يا رندا، رح قلك بانه كل اللي بذهنك مجرد وهم بوهم، وانا ما رح شغلك شيء مو قانوني ابدا. إلا كان ليش كل هالسريه؟ وليش ابو نباس صور لي المساله وكاني انا بكره رح فوت على السجن؟ لانه ما بيعرف شيء عن الموضوع ابدا. الموضوع كتير بسيط وبليق بصبيه كتير حلوه مثلك. تفضل. ورح نتفق أنا وأنت بدون ما يكون عندك أي اعتراض. خلال فترة قصيرة، ثلاث زيارات أو أكثر شوي، رح تاخذي 5 مليون ليرة. شو رأيك؟ بعتقد مبلغ ما بتحلمي فيه بعشر سنوات شغل بعد ما تتخرجي من الجامعة، مو هيك؟ أكيد، ولا حتى بعشرين سنة. شافي قديش أنا كريم وحباب ولطيف؟ رح تكوني عرفت غيب. نعم؟ رح تبلشي من بكرة تحكي لأهلك ولزملائك وأصدقائك بالجامعة على أنه في أشياء عم بتشوفيها من شهور عم بتصير حرفياً، وبدياكي هيك تنشري مجموعة قصص وحكاية على أنه أنت في عندك شكل من أشكال قراءة المستقبل أو شيء من هذا النوع. إيه بس. وين الشغل؟ بقصد أنه هذا هو الشغل. لا تطلعي في كتير، هي المرحلة الأولى بشغلنا، وبتصوري تنفيذها بسيط وسهل كتير، بعديها المنتقلة الثانية. ايه، وامتى بننتقل للمرحلة الثانية؟ أنا بخبرك، وما في داعي تتعبي حالك بالتفكير والانتظار. ولحتى ترتاحي، فيك تعتبري حالك بأنه بلشت الشغل، والمهمة اللي كلفتك فيها هي الخطوة الأولى. بس. سيدنا شو هالقصة هي؟ يعني هذا المؤاخذة أنا تحرصت. شو أبو نبال؟ بدك تتعلم شغل جديدة؟ نحن دائما بنتعلم منكم. بس ما حدا بياخذ البكالوريا بيوم يا ابو نبال، ولا انا غلطان؟ ما بطيقه، شايف حاله مو مصدق. لا مفكر حاله كثير جنتل، بيرمش بعيونه لاي طالب. انا اكثر شيء بيزعجني فيه
لأنه بيتظارف وهو غليظ غليظ. لو زنخ كمان. لا تقولوا زنخ، قولوا سردين. سردين. شباب أنا في كتير شغلات غريبة عم تصير معي وما عم لاقي لها تفسير أبدا. عم يضايقك؟ هلا إني من سيرته. في شيء أهم لازم تعرفه. خير إن شاء الله. مناماتي يا شباب، مناماتي عم تخوفني. رندا شو القصة؟ صار لي أكثر من شهرين كل ما بشوف منام بتحقق. مثل ما عم قلكم. والأحلى وقت تسأليني على الشيء بحس حالي كأني شايفته وكأنه بعرف شو بده يصير. شو هالسحبة هاي؟ هاي مانا سحبة، هاد شي تعبني من جوا وماني عارفانة شو بدي أعمل. قلي لي شو عم يصير معك بالضبط. اسمعوا لكم شو صار معي مبارح. وأنا جاية على الجامعة قمت شفت جارنا صبحت عليه ومشيت، قمت التفت وما بعرف شو اللي خطر لي. قلت له عمو إن شاء الله ألف مبروك. قال لي على شو؟ قلت له ما عينوك رئيس قسم. قام صار يضحك علي قال لك عمو أنا وجهي وجه رئيس قسم. ومشينا. عم شو صار يا حزركم المساء؟ شو؟ إجا لعنا وزارنا وضحكته ملات وشه. طلعوا فلن معينينه رئيس قسم. معقول؟ إيه لا. مثل ما عم قلكم وجاية وجايب لي البشارة معه. شو هالحكي؟ مثل ما عم قلك وهي مو المرة الأولى ولا حتى العاشرة. وأنا كتير تعبانة من القصة، عن جد كتير تعبانة. معلش طولي بالك، بتصير بأرقى العائلات. طيب ليش تعبانة؟ كتير منيح. يا الله يا نهى، الغيب كتير بتعب. بس كتير حلو إنه الواحد يعرف شو بده يصير معه. ما هي هون المصيبة، إنه أنا ما بشوف لحالي، بشوف للناس بس. طيب رندا، إذا بسألك شو بده يصير معي فيكي تعرفي؟ هلا هيك ما جربت، بس ممكن. عن جد عم تحكي؟ إيه عن جد عم بحكي. معناها إذا هيك تعرفينا الدكتور محمود الزنخ شو بده يجيب أسئلة، بخلونا نطالع هالمادة بقى. عن جد ما بخاف والله هالدكتور، العمى شو لئيم. أيوة. لك ما بينجح عنده إلا كل طويل العمر. شو رندا؟ إيه حاولي. أنا ما بحسن بعرف كل شيء، بس بحاول. تفضلوا، بلشت تنسحب. لك أنا ماني عم انسحب. بس أنا يا شباب ماني علامة غيب. أنا القصص بتمرق لحالها قدامي. هيك شيء بيشبه الصوت، إشارات، صور، ما بعرف. تاني يوم بتتحقق. يعني مثل ما بيقولوا الكبار بتنفدى. معناها إن شاء الله تمرق قدامك بشي إشارة أسئلة الدكتور محمود الزنخ. خلينا نستفيد منك بشي شغلة. إن شاء الله. هلأ شيلنا من الأسئلة تبعك. رندا فيكي تعرفي إذا بنجح السنة ولا لا؟ هلأ أنا هيك ما جربت، بس بلكي القصة بدها تمرين. خلص حأتمرن وحاول. إيه إيه حبابي تمرني، الله يوفقك أمانة. تعرفوا شغلة؟ أنا كتير ارتحت لأني حكيت لكم. يا سيدي صدق اللي قال إنه البنات بنص عقل. هلا هلا يا سيدنا. نورت الفيلا، كيفك؟ منيحة. إيه الحمد لله. ارتاحي. شو؟ شايفك حليان عن هذيك المرة. تفضلي أنزل. تفضل سيدنا. شربي؟ هذا معمول من فاكهة أفريقية اسمها فاكهة الحياة، ما لها موجود هون بالبلد أبدا، يعني ما راح تفهمي لحتى تدوقي يا رندا. بالمناسبة أنت بتعرف شو معنى اسمك؟ لا والله ما خطر لي. طيب شو نوع البرفان اللي بتفضلي تستعملي؟ لابيدوس. لابيدوس؟ لك هذا مو لعمرك يا بنت، هذا للختيارية. مو مهم، الرند هو شجرة عطرية سورية فينيقية وكانت بترمز للنصر عند أجدادنا السوريين القدامى. لحظة لألك. الله
شو حلوة هاي ريحة اسمك، حبيتيها؟ عنجد كتير حلوة. ولك انت أحلى. صابر ورسي جهزوا لنا غدا لشخصين. دوم لمي، بس أنا أكلة والله بعرف، بس ممكن الأكل أكل بعدين. أنا عم بدعيك تتغدي معي، بتخجليني؟ لا مو قصدي. بعرف مو قصدك. بس سألتك لأني بحب شوف الخجل اللي بعيونك. إيه ده، شوف شو هو الموضوع، ضرورة كتير وما بيتأجل. حضرتك مو قلت لي بلش انشر الخبر بالجامعة؟ صح. طيب اليوم وقت اللي بلشت بالقصة فوتوني بستمية حيط، واحد يعني أعرفه أسئلة الامتحانات، والتاني يعني أعرفه إذا حبيبته بتحبه ولا لا، أحلى شيء التالتي يعني أعرف لمن سرق السلسلة الذهب. عادل انت عادي. طيب كيف بدهم يصدقوني؟ وقت بتقولي لهم اللي راح يصير فعلا. كيف هي بقى؟ راح أقول لك، راح نجيب لك أسئلة الامتحانات وراح نخلي كل طلاب الكلية يحكوا فيكي، ساعتها راح تكوني نقطة علام بالجامعة كلها. وباقي المواضيع؟ بتقولي ما أحسن تشوف أو بجاوبي بشكل عام، ونحن راح نزبط لك كم ملف معرفنا منيح، ووقت بتنسألي عنهم بالجواب الحقيقة. طيب سيدنا، وأنا لوين بدي أوصل؟ مو هلا، بس تخلص المرحلة الأولى وننتقل للثانية، مو هيك اتفقنا؟ طبعا. يلا شرفي على الأكل. بينا يعني القصة ما عاد بدك تشرح معي على فكرة. صباح الخير. صباح النور. رندا شاكي كفي نظيف والله ما بعرف. إذا أنت ما بتعرف ما في حدا بالدنيا بيعرف. معناها جايزة لك والله. إذا استفقتيني كنا بنوفي. لازم أقعد طبيعي. لازم تكوني لي عصير. حاضر. بس هون خدمة ذاتية. الكل بيخدم جاك. شو بتشربي؟ ليمون وفريش. بس على قلبي يا محمود هون خدمة ذاتية. بس وقت تكون هون الست جاكلين كل الناس بتخدمها. ها شفتي؟ والله شفت. بتقولي شيء ثاني ولا؟ لا شكرا. ايه خبريني عن احوالي. انبسطت بمساعدتك. انا انبسطت لما كتبت لك اياها. انت من وين بتعرفي؟ صرتي نجمة؟ بجد عم بسألك. أنا بجد عم بحكي. الحكمة حكالي عنك أساطير. بتعرفي قايل لي قديش أنت بنت محبوبة. وهلا وصلنا للقسم الأهم بكل قصتنا. ست حلوة، اسمها أجنبي. رح تحاول تتواصل معاكي وتحسبا لأي طارق. أي وحدة بهاي المواصفات بتحاولي تتهربي منها بأي طريقة. لحتى أقول لك شو لازم تتصرفي. طيب شو اسمه؟ لا معلش خليها لوقتها. يعني بلكي ما عرفتها. ستي انا مرهن على ذكائك، الا ما تغلط لغلطه بتكتشفيها. سالتك لساتك ما طلع جوابك. على شو؟ على سؤالي. اوف ليش لحقت تنسيني؟ سألتك من إيمتى تشوف الكلام؟
أنا ما بشوف الكف. أنا الله فاتح بصيرتي وأحسن بقرا لقدام. يعني غير؟ مو بالضبط. أنا في بعض الإشارات اللي بتجيني وقت اللي بفكر بي حدا بدني عمري. وشلون بده يصير أمي بهني؟ والله أنت شطار. كل ما دللتيني أكثر، كل ما شفت أبعد. ساري؟ لا، ما باخذ ولا فرق. شو لك أنا؟ أنا بحب الناس. كل ما حبوني أكثر، بحس إنه حال تضحكي. هاي شغلة. لا حبيبي، ما بدي تقولي اللي بتحبيني، أنا بدي أحس بحبك. بفهم من حكي إنه حكمة حبك وأنت حبيتي. لأني حكيت له ضليت بالفرشة 3 أيام مرضانة، ومن يوم حرمت أعمل مع حدا هيك، لأنه هذا الموضوع بياخد من صحتي أنا. طب مرقيني مرة واحدة بس. ليش؟ حياتك واقفة علي. والله مستعجلة، محتاجة. صدقيني ما بقدر. بس أنا والله حبيتك. المهم أنا اللي حبيتك. أهلين رندا. رح أقول لك اسم وبجدد لي تعي لعندي فورا. اسم؟ اسم شو؟ جاكي. تعالي تعالي فورا. سيدنا شو صار مع ابو الباب؟ مش الحال. شو يعني؟ ما بدي احكي كثير على التليفون. تعالي فورا يلا. حاضر.